وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بهزاد، الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات. أهلا بك في نشرة الثالثة، ولنبدأ بالتعرف على انعكاسات نشر خطط المشتريات للجهات الحكومية من الموقع الإلكتروني، سواء للمقاولين والموردين أم للجهات المتصرفة. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة أختي الكريمة. طبعا بالنسبة حق الانعكاسات إذا بدنا ننظر لها، احنا بدنا ننظر لها من جانبين رئيسيين. أول شيء انعكاساتها على الموردين والمقاولين. طبعا هم خلينا نقول هم الرابح الأكبر في العملية، بحيث أن لما ننشر المعلومات، توفير هذه المعلومات لهذه الشركات يتيح لهم الفرصة لرفع مستوى قدراتهم، يساعدهم على توزيع مواردهم بصورة مناسبة، ويمنحهم مدة كافية للتخطيط والمشاركة في المناقصات الحكومية. كذلك يشجع المزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة في المناقصات الحكومية، وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. طبعا اضافه الى ذلك، في اضافه نوعيه هنا نشوف، اللي هي زياده فرصه تشكيل المزيد من الائتلافات بين الموردين والمقاولين بغرض التكامل وزياده الفرص في الفوز بالمناقصات، وهي ثقافه جديده يسعى مجلس تنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه الى تحقيقها. اما بالنسبه للجهات المتصرفه، سواء كنا نتكلم عن وزارات، هيئات حكوميه، شركات مملوكه بالكامل للحكومه، فسيساهم في زياده الخيارات المتاحه لهذه الجهات، سيساهم في زيادة التنافسية والحصول على أسعار أفضل وصيانة المال العام. نعم، اليوم المجلس يتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجال المناقصات، هل من مبادرات جديدة يعتزم المجلس تنفيذها خلال الفترة المقبلة لزيادة كفاءة عمليات المناقصات؟ بالطبع طبعا، بالارتكاز على قيم الكفاءة والشفافية في العمل المؤسسي، يواصل مجلس المناقصات والمزايدات سعيه الدائم لتبني أفضل الممارسات في المناقصات والمشتريات الحكومية من أجل تقديم خدمات ذات قيمة إضافية للشركاء من جهات متصرفة ومقاولين وموردين. ومن أهم هذه المبادرات يعني المستقبلية هي الانتقال من الأتمتة الشاملة إلى الرقمنة الشاملة في جيلها الرابع خلال العامين القادمين، والتي من شأنها الاستثمار في المعلومات والذكاء الاصطناعي، استغلال الموارد بالصورة المثلى، وتحقيق درجات أعلى من التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية من خلال الربط بين الأنظمة الحكومية ذات العلاقة. طبعا هذه أحد المبادرات، في عدة مبادرات راح تجي مستقبلا. هذه المبادرة بالذات هي من ضمن المناقصات اللي تم، أو خطط المناقصات اللي تم نشرها وتدشينها اليوم. نعم، سعادة الدكتور محمد بهزاد، الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، شكرا جزيلا لك.